السلام عليكم. اسمع هالقصة هذه العجيبة اللي حصلت عام 1988 في قرية اسمها الطريف. الطريف هذه تبعد عن دير الزور تقريبا 25 كيلومتر، هي تتبع المحافظة نفسها لكنها قرية صغيرة جدا. هذه طريف يمر عليها نهر، وهالنهر هذا يأتي من جهة دير الزور ويصب في نهر الفرات فيمر على الطريف. في عام 88، وهذه يشهدونها أهل المنطقة هذه، إن جاهم خير ومطر استمر لمدة أكثر من 45 يوم. 45 يوم ما طلعت عليهم الشمس، مطر، وبدت تجيهم سيول لأن دير الزور مرتفعة، تجي من الجنوب إلى الشمال والشمال لين تصب نهر الفرات، فتمر على هالنهر هذا الصغير اللي يمر على طريف. ومن قوة السيول هالوادي هذا توسع، صار أكبر وأعمق. المهم تعرفون الناس في ذاك الوقت عندها بيوت مبنية من الطوب، لكن كذلك في بعض الغرف عندهم القديمة أو المطبخ أو تكرم الحمام وكذا كانوا يبنونه من الطين. فبسبة الأمطار بدأ هالطين هذا يتساقط ويعني ينهدم وكذا، وتعرفون الناس تحتاج إلى ترميم من جديد. يعني بعد مرور شهر ونصف من الأمطار والخير، الناس بدأت ترمم بيوتها، اللي عنده غرفة طاحت، اللي عنده سقف منهار، اللي عنده حمام من الطين. فأفضل وسيلة لإعادة ترميمه هو جلب الطين من الوادي نفسه اللي أصبح يعني طين، يعني لأنه مر عليه النهر بشكل كبير. فصاروا ينقلون الطين من هالوادي إلى بيوتهم ويرممون، يبنون هالغرف، يبنون كذا. لكن في شيء عجيب الكل لاحظه، أن النهر هذا أو الوادي لما تطلع الشمس صار يعطي بريق ولمعان خيالي مع أشعة الشمس. والناس كانت مصدومة، سبحان الله شنو هالمنظر هذا، منظر بديع كأنك داخل في مدينة من الثلج، يعني اللمعة هذه، اللمعة البريق هذا، ويعني وظاهرة أول مرة تمر عليهم، يعني ما هم عارفين شنو القصة. لا، الأمر صار أغرب وأغرب، أن بيوت الطين أو الغرف اللي هم رمموها من طين هالوادي بدأت هي كذلك تلمع ويصير لها بريق مع ظهور الشمس. فالناس كانت مستغربة جدا، يعني سبحان الله شنو هذا، يعني وليش الطين هذا يلمع. يعني المهم في واحد من أهل معدان، منطقة معدان، معدان سبق أني ذكرت لكم في معدان الجديدة ومعدان القديمة، في واحدة فيهم تتبع الرقة وواحدة تتبع دير الزور. هذا جاي زيارة لأقاربه في هالقرية، قرية طريف، فزار أحد أصدقاء اسمه عبد العزيز، يسلم عليه وكذا وسوالف وكذا. قال يا أخي أنا لاحظت شغلة غريبة، يعني هالبيوت هذه ايش فيها تلمع يعني بهالصورة، يعني شنو هاللمعة، ايش حاطين على بيوتكم؟ قال والله السالفة أن من المطرة السابقة طاحت بعض الغرف والبيوت عند الناس، وقاموا يأخذون من هالطين اللي في هالوادي جهة النهر ويرممون بيوتهم. النهر الآن والوادي يلمع وحتى بيوتهم تلمع. قال تكلم جد أنت؟ قال أي والله. هذا الولد متعلم وعنده ثقافة وكذا وفي باله سالفة. قال تعال معي شوي، ويروح عند أحد البيوت وياخذ منه قطعة كذي من الطين ويشوف طين له بريق، التراب هذا اللي شلون. قال ودني على الوادي
اللي ياخذون منه الطين. قال له يلا تعال. شليش في شيء؟ قال لا ما يخالف بس بشوفه. ويروح. ولا فعلا كلامه صحيح. الوادي بكبره يلمع على مجرى النهر نفسه. قال له شنو هذا؟ فراح اخذ حفنه من الطين وخباه في كيس. وهذا صاحبه عبد العزيز يطالع قال له ايش قاعد تسوي انت؟ قال لا بس ابي اتاكد من شغله يعني. قال اوكي. المهم بعد ما جاء عليه الليل وتعشى عند صاحبه وقال له يلا انا بمشي بروح معدان. قال اتوكل على الله. راح في تاجر من اهل حلب عنده اقارب في معدان دائما يزور اهله يعني هناك. فبعد كم يوم ويلتقي فيه هذا الشاب اللي اخذ حفنه من الطين مع التاجر الحلبي. سلم عليه شلونك شخبارك تعال بكلمك الموضوع شنو في خير؟ قال له ابا خلي يعني افرجيك شغله وابي اخذ رايك فيها. فرجاه شنو الطين. اول ما شاف هذا التاجر الحلبي وهذا تاجر مجوهرات وذهب اول ما شافه قال من وين جبت هذا؟ قال في وادي في قريه طريف وهالوادي هذا جته سيول كبيره وتوسع النهر والناس بعد ما طاحت بيوتها بدوا يرمون بيوتهم من هالطين هذا وانا انتبهت عليه يعني اعطاه القصه كامله. قال شوف انا ما راح اقول لك شنو سر لمعان هالتراب هذا والطين الا لما توديني للوادي نفسه. قال له يلا نروح. وفعلا اخذ التاجر معاه وراحوا للوادي. راحوا على ممر النهر نفسه. ويشوف التاجر قال تدري شنو هذا؟ لا شنو هذا؟ ما اعرفه. ليش سالتك؟ قال هذا يسمونه التبر. التبر هذا ماده مكونه للذهب. او بمعنى هو ذهب لكن من صهر مع مواد اخرى من الصخور ومن الاتربه ومن كذا يعني ذهب خام يحتاج للاستخراج. ويكون على شكل نفس البودر. مخلوط مع التراب ومواد أخرى يعني. هذا فعلا يلمع. وهذا التبر الآن اللي أنت جالس توريني إياه هو أغلى وأندر أنواع التبر اللي يجي لونه شوي فيها بني غامق إلى السواد. هذا من أغلى أنواع الذهب اللي هو التبر نفسه. يعني لما تستخرجه راح تطلع معك كميات كبيرة جدا من الذهب. لكن أنا ما أبي هذا. أنا بعرف هذا متى وصل. قال لما جاء السيل من جهة دير الزور باتجاه طريف وباتجاه إنه رايح يعني لنهر الفرات فيها قال بس خلاص خلينا ندور على مصدر هالمادة هذه. قال إيش تقصد؟ قال يعني في مصدر تم يعني مرور السيل عليه أو كسر الحاجز اللي مليان من هالتبر وهو اللي انشره فيه النهر وصولا إلى القرية. فإحنا خلينا نمشي عكس اتجاه التيار تيار النهر ونشوف البريق واللمعان وين ينتهي. هني راح نعرف وين مصدر هالمادة. قال يلا امشي. فصاروا يمشون تقريبا مشوا 12 كيلو متر إلى أن انتهى معاهم موضوع اللمعان لمعان النهر أو لمعان الطين نفسه. ويبحثون ولا هذه مقبرة تراثية قديمة جدا من قوة السيل دخل عليها وبدأ يسحب كل المكونات من ذهب وكنوز اللي داخلها وانتشر في هالنهر لبعد يعني كيلومترات وصل إلى قرية طريف والناس خذتها مع الطين وبنت فيه بيوتها. يوم دخلوا للمقبرة وهذا مكان صحيح إن الدنيا كانت ربيع والناس كلها متواجدة ورعيان وكذا لكن ما حد انتبه غير هالتاجر الحلبي وهذا الشخص ومعاهم منو
عبد العزيز. فبدوا يلمون من هالذهب، يلمون يلمون كثر ما يقدروا، شالوا اللي قدروا عليه وقالوا نجي اليوم اللي بعده. فالتاجر قال لهم انا ما راح ارجع وياكم اليوم الثاني، ابيكم انتم تجيبوا لي كثر ما تلقون اثار وذهب انا راح اشتري منكم وراح اعطيكم نصيبكم خلاص وانتم بتطلعون. قالوا لا بس عز الطلب. وهو طبعا راح يشتري بمبلغ بخس يعني، لكن هم يعني هم مستفيدين من الموضوع. فقال انا برجع الى معدان وانا اثق فيكم، انتم جيبوا اللي تقدرون عليه، انا اللي خذيته خذيته، لكن ابي الباقي تجيبون وتبيعوا لي انا. قالوا لا ابد ما راح نعطي غيرك. ويرجعون اليوم الثاني عبد العزيز وصاحبه ويلمون تقريبا. عبد العزيز اخذ 4 تنكات، واثناء وهم قاعدين يلمون بهالذهب وهالمجوهرات وكل شيء قاعد يلقونه داخل المقبرة غير التبر طبعا، لأن التبر هذا يعتبر نفس التراب الطين وصعب حمله يعني، الأغلى اللي هو الآثار نفسها، الآثار والذهب الخالص. فقاموا يلمون يلمون، عبد العزيز معاه 4 تنكات، وأثناء وهم قاعد يشيلون ويمرون عليهم رعيان غنم. إيش قاعد يسوون؟ قالوا لهم يبا تعالوا ترى هذه المقبرة فيها ذهب، وتعالوا شيلوا حالكم حالنا، لا عرفناكم ولا تعرفونا. ماشي قالوا يلا. وخذ عبد العزيز اللي قدر عليه وصاحبه، وصاحبه مشى راح إلى معدان، وعبد العزيز راح وين؟ إلى طريف. اليوم الثالث آلاف مؤلفة من البشرية من القرى والمناطق والمدن اللي حوالين طريف جو للبحث عن الذهب. الرعيان ما خلى واحد إلا سولفوله، أو تنقلب الدنيا وينتشر الخبر أو يوصل للحكومة. طبعا الحكومة السورية من أهم القضايا عندها، من القضايا اللي تعتبر قضايا من الجرائم الكبرى، اللي هو قضايا الاعتداء على الآثار والكنوز الموجودة في باطن الأرض. ويصير استنفار من قبل وزارة الداخلية بعد ما عرفوا أن آلاف الناس رايحة لهالمنطقة يشيلون هالذهب، اللي قاعد يبوق اللي ما ادري قاعد يسوي. من شدة الجهوزية الأمنية اللي قاموا فيها تم إرسال طائرات هليكوبتر، وصار إنزال قوات أمنية بالباراشوت، لأن المنطقة فيها تضاريس وجبال يعني راح يتأخرون رجال الأمن على ما يوصلون. قاموا ونزلوا القوات بالهليكوبتر وبدت الاعتقالات بالآلاف. كل اللي كانوا متواجدين اعتقلوهم، اللي معاه واللي ما معاه. طبعا لما يتم اعتقال أي شخص يستدعون جميع أفراد أسرته. ليش؟ يعتقدون أنه يمكن مخبي عندهم ذهب للسرقة. فصارت الاعتقالات بالآلاف. ولا وأهم شيء أهل طريف، أقرب منطقة أو أقرب قرية جنب الكنز هذا اللي تم سرقته، ويتم اعتقال القرية بالكامل. طبعا صارت تحقيقات ويسألون وكذا، وصلوا للرعيان والرعيان قالوا شفنا واحد من أهل طريف، منو هذا منو هذا؟ قالوا اسمه عبد العزيز. وين عبد العزيز؟ هو الوحيد اللي ما اعتقلوه. عبد العزيز اختفى ومعاه 4 تنكات. طبعا في ناس اخذوا اكثر منه، لكن هو الاشهر واحد الان اسمه والعالم كله تدري عبد العزيز. وعبد العزيز هو الوحيد اللي فلت بالذهب اللي سرقه، لان اول واحد وتركهم، خذ اللي كثر ما خذ ومشى. الناس تم اعتقاله وسحبوا منهم جميع الكنوز والاثار والذهب، لكن يدورون على عبد العزيز، حطوا عليه انه مطلوب امني. المهم يدورون يدورون، حتى اللي في معدان صديق عبد العزيز تم القاء القبض عليه، والتاجر الحلبي تم القاء الكل تم القبض عليه، واسترجعوا الحكومة جميع الآثار والذهب ما عدا واحد، عبد العزيز اللي فلت بال4 تنكات. مالكم بالطويلة. طبعا جابوا هلا أبوه وأخوانه وأصدقاء أو يحاولون يعرفوا مكان عبد العزيز، اسجنوهم تقريبا 2-3 شهور وأطلقوا سراحهم. الحين الكل يدور على عبد العزيز، وين راح؟ حي ميت؟
زين معقوله معاه التركات ورايح وين وداهم وين كذا. عبد العزيز خايف انه يتم تفتيش بيته او بيت اخوانه او بيت اصدقائه او فما هو عارف وين يخبي الذهب، لان عارف الرجال الامن لما جو اعتقلوا الناس فتشوا جميع البيوت وطلعوا منهم المسروقات، فعلشان يقدر يهرب بالسرقة عنده بنت اخته متزوجة وعندها بيت في طريف. قال هذه مستحيل احد راح يشك ان انا مخبي عندها الذهب، هذه بنت اختي والاسم مو مطابق ومتزوجة هذه وعندها يعني عيال يعني فمستحيل. فراح لها، راح لها وكان معاها زوجها، جلس معهم قالوا اسمعوا لي انا عندي هالذهب اللي قدرت اخذه من المقبرة اللي سمعتوا فيها القصة. قالوا اي نعم، وبخبي عندكم هالتنكات علشان اقدر اهرب من القرية وابي اختفي لكم سنة لين تهدى الاوضاع وبعدين ارجع اخذ الذهب، وانا ما راح اقصر معاكم لما اخذ، لكن ابي منكم طلب انكم ما تقربون للتنكات. قالوا لا تم ابدا واعتبرها امانة عندنا ولا تشيلها. احفروا له حفرة في بيتهم ودفن التنكات وضبط الامور وحط فوقها الاثاث وكان الامر مضبوط جدا، يعني ان ما حد راح يشتبه فيهم ولا حتى لما يجون ويداهمون البيت مستحيل انه راح يعثرون على الذهب. واستطاع انه يهرب من القرية. سنة سنتين ثلاث وبالصدفة ويتم اعتقال عبد العزيز. قال له تعال تعال وينك كنت ندور عليك صار لك 3 سنوات شلون اختفيت؟ الأهم وين الذهب اللي عندك اللي خذيته؟ قال أنا ما خذيت شيء. لا عندك، والكل يعرف أصلاً أهل القرية كلهم يعرفون أن عندك ذهب، وين خبيته؟ قال أنا ما خذيت شيء. تكلم اضربوه عذبوه العنو خيرة أبداً ما تكلم بشيء. قالوا له كيفك حر؟ طبعاً لما اعتقلوه كان في أول سنة 1991 وتم الحكم عليه بالسجن وجلس في السجن إلى عام 2006 حتى مر عليه كم عفو، لكن قالوا هذا ما يستاهل العفو لأنه متهم في موضوع الآثار، والآثار هذا موضوع لا هذا يمس السيادة، يعني يمس سيادة البلد نفسه وآثار البلد وثروة البلد، فحتى العفو ما قام يشمله. طلعوا ب 2006 يوم طلع على طول ويتوجه إلى بيت بنت أخته اللي زوجها اسمه جاسم. طبعا بقول لكم جاسم هذا شنو شخصيته. جاسم كثر ما تقول إنسان عفن حقير راعي مشاكل، إنسان لسانه طويل غير مؤدب ما يحترم لا جار لا شريك لا أبدا، الكل منزعج من جاسم، وكان أجعص وأبخل شخص ممكن يمر عليك في حياتك. لكن لما جاهم عبد العزيز وينصدم ولا هذا جاسم، بيت كبير وسيارات وعنده محلات وشغال في التجارة ويبيع ويشتري، أهلا وسهلا شلون ومن وين له الله يستر، ويروح إلى جاسم دخل على البيت. مرحبا يا هلا شو الأخبار حياك الله هلا عبد العزيز الحمد لله على السلامة. قال له الحمد لله على السلامة، أنا صار لي الحين تقريبا 4-5 أيام من طلعت من السجن، كل العالم يعني والناس مروني وزاروني وتحمدوا لي بالسلامة إلا أنت وبنت أختي اللي أنا خالها
ما جت حتى تسلمون علي ولا كذا. قال والله مشغولين وكذا. قال ماشي. زين ليش ما زرتوني انا مسجون من 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 سنه 91 لين الحين 2006 ما عمركم مريتوا علي ولا سلمتوا ولا زرتوني ولا. قال والله شوف يا عبد العزيز، دام انك يعني فتحت هالموضوع، انت رجل تعمل ضد الدولة، وانت انسان يعني خارج عن القانون، واحنا صراحة يعني احنا مع الحكومة، الدولة شو تقول احنا وياها، احنا ما نرضى بالافعال اللي انت سويتها وتسرق الاثار. ينصدم عبد العزيز، قال انت ايش قاعد تقول جاسم؟ وتطلع على منو؟ فانت اخته، هلا خالي هلا كذا. قال شنو هلا؟ انت سامع زوج شنو يقول؟ يقول لي انا اعمل ضد الدولة وسارق الاثار ما شنو. قالت والله خالي هذا هذا الحق يعني والصح يعني. قال ها زوين تنكات اللي انا خبيتها عندكم؟ قالوا نعم. تنكات؟ تنكات شنو؟ قال تنكات الذهب يا جاسم، تنكات الذهب. قال اي تنكات؟ اقول انت بتورطنا انت ولا شنو؟ رجاء توك طالع من السجن لا تجيب فينا احنا المشاكل وتجيبنا يعني البلاوي. اي ذهب؟ اي بطيخ؟ اي تنكات؟ شنو انت ما تتوب؟ مسجون وتوك طالع وهم تدور على هالسوالف اثار وذهب وخرابيط؟ قال يا جماعة التنكات اللي خبيتها عندكم. قال هنا ما عندنا شيء، ورجاء لا تفتح الموضوع، لا تخلينا الحين نتصرف معاك تصرف ثاني. يعني شنو تصرف ثاني؟ قال والله الحين اتصل على الشرطة واقول لهم هذا جاي يدور على اثار، انتبه ترى انا ما عندي يعني على طول ابلغ عليك. قال لي يا جاسم بتقول كذلك؟ بنت اخته قالت له يا خالي رجاء احنا ناس عندنا عيال واحنا ناس محترمين وما نبي هالمشاكل، ولا تقعد تسولف لنا اثر ما اثر. تبي تجلس بكل احترام حياك الله، ما تبي اطلع برا ولا نبلغ عليك الشرطه. وينصدم. قال ماشي ماشي ماشي. طلع المسكين شو يسوي الحين؟ ضاع عمره كله بالسجن وهذول ينكرون، وهو عارف ان هذول اكيد تصرفوا بالذهب، لكن ما يقدر يشتكي. يقول شو يشتكي؟ شو يقول حق الشرطه يعني ان انا مخبي عندهم اثار؟ ولا يقول حق منه؟ ما يقدر يكبر الموضوع. فقام يجيب من ناس من جماعته ومن اهله واللي يعرفون القصه، واهل القريه كلهم يدرون ان عبد العزيز كان عنده ذهب ومخبيه وانسجن، وانه خلاص اذا طلع يعني بيتصرف بالذهب اللي عنده. فلما بدا الخبر ينتشر وقال لهم انا اصلا مخبيه عند بنت اختي اللي هو زوجها جاسم، الناس كلها فهمت وين خبى هالفلوس، وجاسم اللي فجأة صار غني من وين جاب كل هالخير هذا، عرفوا فهموا السالفة. فبدأ يجيب هالناس والجاهيات والعالم والشيوخ، وفي منهم يخاف يقول لا لا الله يخليك لا تدخلني، وهذا جاسم إنسان مو محترم وممكن فعلا يسويه ويبلغ الأمن، وانت عارف والله إذا تم اعتقالي ولا اعتقال واحد من عيالي نضيع كلنا والله يخليك. وصار في ناس يخافون وناس يقولوا لي الله ما يخالف، ويكلمون جاسم، جاسم يقول لهم رجاء والله العظيم اللي يجيني ولا يكلمني في هالموضوع هذا راح أبلغ عليه سلطة. وفعلا جاسم كان شو مسوي؟ من خذ الذهب ودرى ان عبد العزيز انسجن، قام يبيع بهالآثار وخلص جميع الذهب اللي عنده وحولهم الى اموال، وشرى فيهم بيوت واراضي ومزارع، واشتغل بتجاره ولا، وضبط علاقاته مع يعني جهات امنيه، ويعني تحسبا اذا يوم الايام احد تبلى عليه ولا طلع على جاسم او طلع عفوا عبد العزيز يقول له تعال ابي فلوسي او ابي كذا، يكون هو مجهز نفسه حاسب حساب كل شيء. فكل ما يجون الناس ويترجونه يا ابن الحلال عطى الرجال فلوسه عطى حلاله كذا، يقول ما عندي شيء، واللي يجيني والله ما يلوم الا نفسه. فصاروا الناس تخاف حتى تروح الجاسم، هذا جاسم جعس اصلا هو بخيل، فما بالك لما تجي تقول له عطى ذهب عطى، مستحيل يدفع حتى ليرة.
تورط فيه وهذا ميت قهر، شو اسوي؟ راح حق جاسم قال شوف اسمعني انا وانت تعرف نعرف الحقيقه واني انا مخبي عندك وانت تنكر قدام الناس، اوكي خلاص ما عندي مانع، يبقى عطني اذا انت مصرف الذهب اللي عندك عطني حق نص التنكات انا راضي وعليك بالعافيه الباقي. قال له انت تفهم ولا لا؟ اقول لك ما عندي شيء وما اخذت منك شيء، انا لا تقعد تتهمني بالموضوع الاثار ما الاثار. قال له يا جاسم زين عطني حق تنكه واحده بس. قال له ولا تنكه ولا بطيخ، ما عندي شيء اقول لك، انت ما تفهم. قال له زين عطني اي شيء يعيش فيه يا جاسم. قال ما عندي اي شيء، يلا اطلع برا. ويطرده برا. انجن عبد العزيز، هالسنين هذه كلها راحت على الفاضي، والذهب راح، وهذا مستمتع بهالفلوس ومسوي نفسه تاجر وأراضي وخير وتجارة، وفوق هذا بخيل، اللي السمعة السيئة اللي طالعة على جاسم هذا من كثر ما هو بخيل عنده محلات كلها مأجرها، وفوق هذا ينزل بضايع على شكل بسطات، بسطة شي بسط ويقعد ومستانس، وكل ما يبسط يقعد يضايق أهل البسطات اللي بجانبه، يضايقهم يزحف حواليهم، يعني ياخذ منهم شوي من أرضهم. تعرفون هذه أراضي تبع الحكومة وكل واحد عارف إن هذا مكانه، يعني خلاص يعني شيء عرفي بالنسبة لهم، لكن هذا جاسم كل ما جاء يبسط يزحف على جاره وياخذ مكانه وياخذ مكان اللي جنبه، والناس مبتلشة فيه ودائما يعمل مشاكل في السوق ومشاجرات فسمعته جدا جدا سيئة. هذا شلون تاخذ منه فلوس يا عبد العزيز؟ لكن عبد العزيز قال انا خلاص، انا دام ان حياتي كلها راحت في السجن والرجل ما هو راضي يعطيني فلوسي، والله العظيم لانتقم منه. خلاص نجي على جاسم. جاسم في احد المرات صارت بينه وبين شخص مشاجرة، ويقوم هذاك الشخص ويضرب إيده بساطور، ضرب إيد منه جاسم، واحد من أصحاب البسطات ضرب إيد جاسم بساطور وانقلوه على طول للمستشفى وأجروا له عدة عمليات، لكن قالوا له ترى إيدك ما راح تنفع، إيدك لازم نبترها لأن ما العروق وكذا ما هي راضي يعني تمشي الدماء فيها، والقطع كبير جدا يعني اللي تسبب لك الطعنة، فأفضل شيء علشان ما تحصل لك يعني مضاعفات وتبدأ فيك الغرغرينة وكذا نقطع لك اليد. قال لا 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 مستحيل، أنا غير موافق، لا تقطعون إيدي. ويروح فيه يعني انقلوه من المستشفى إلى الشام على حسابه، ويقوم ويطلب أطباء من جميع أنحاء العالم بفلوسه ويجيبهم ويسووا له عملية في مستشفى في الشام، وفعلا رجعت إيده إلى وضعها الطبيعي. جاب أطباء وخبراء ودفع بلاوي، والناس كانت مصدومة أيامها، جاسم من وين له هل رايح حاجز له جناح كامل في المستشفى على حسابه، وجايب اطباء اللي اطباء يسمونهم مقيمين، جايبهم من برا تذاكر وماكل ومشرب ومعطيهم مبالغ خياليه علشان يرجعون ايده، وفعلا نجحت العمليه. هني بدا الكلام ينتشر على جاسم ان هذا من وين له الفلوس، من وين له كذا. الحين عبد العزيز خلاص وصل إلى مرحلة أنه يأس من الحياة وصاكة في الدنيا، ويقوم يكلم أخوانه قال لهم سمحوا لي أنا يعني كنت مخبي الذهب هذا، قلت بكرة يعني راح أخليكم تعيشون حياة كريمة، لكن سجني هذا كله وعمري راح على الفاضي، والفلوس كلها سرقها جاسم، وأنتم شفتوا يعني رحتوا معاي وجبتوا جاهية وكلمنا لكن ما هو راضي، لكن أنا ما أقدر أعيش مع هالقهر، وقبل لا أموت من القهر على الأقل أخذ حقي وأقتل جاسم. أخوانا قالوا له والله بصراحة خوش رأي،
يعني بدال ما تموت انت مبين عليك راح تموت يعني من كثر الهم والغم والتفكير. ففعلا اقتل جاسم قبل لا تموت. قال خلاص اوكي، عطوه سلاح، يلا مع السلامه يا اخوي، يحبون اخوهم، يلا مع السلامه. خلاص عارفين هذا ميت ميت مقهور ما ينام الليل، يلطم ويضرب راسه بالحيط وشكله خلاص موات. قالوا له يبا خلاص على الاقل اقتله هذا طريقك. قال اوكي، وياخذ سلاح في قريه قريبه من طريف، هذه يقام فيها سوق، ودائما هذا جاسم يبسط فيها وحاط بضاعه وعنده العمال ويشتري ويلم على المحلات اللي هناك ياخذ منها ايجارات، ويعني مستانس على الوضع هناك، يتواجد فيها السوق هذا. ويتنطر منه عبد العزيز مع سلاح، والفجر صلى الفجر وراح للقريه وجلس على اطراف السوق ينتظر متى هذا ينزل البسطة وبضاعته ويحط له مثل أكشاك المحلات اللي أجرها على الناس ويشرف عليها وبضاعته وكذي يعني. ويطالع ولا هذاك جاسم جاي على سيارة كبيرة ومعاها ولده وواقفين على طرف السوق وقاعد ينزلون مثل الأكشاك الخيام اللي تأتي أو شيء، تعرفون مثل البايبات الحديدية ينزلونها بعدين يحطون عليها مثل طربال تصير كأنها أكشاك يعني متنقلة، قاعد ينزلون من الشاحنة ويشرف عليهم جاسم ولده فوق هالشاحنة هذه، والعمال ينقلون بهالحديد وهالمظلات وهالبضاعة وجاسم يطالع 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 وعبد العزيز منتظر بس متى يخلصون يعني من هالتجمع علشان ينفرد في جاسم ويقتله. وتجي امرأة كبيرة في السن، هذه من أقارب عبد العزيز وكذلك أقارب جاسم، لأن جاسم وعبد العزيز من نفس العائلة تقريبا يعني العائلة الكبيرة يعني، وهذه قريبتهم. شافت عبد العزيز ومعاه سلاح واقف من بعيد، جات تروح له، قالت انت عبد العزيز؟ هلا هلا مرحبا، شلونك؟ شو اخبارك؟ طيبه. قالت لعبد العزيز انت ايش عندك هني وماسك سلاح؟ وانا ترى اعرف قصتك انت وجاسم، وجاسم هني في السوق هذا في هالقريه، يعني لا انت ساكن في القريه ولا هو ولا جاسم، انت اكيد جاي تنطر جاسم. قالها اي نعم انا جاي وخلاص ابخلص عليه وبرتاح، انا خلاص مالي عيشه بهالدنيا. وصارت هي تمسكه وتنصح فيه، يا ابني يا حبيبي ترى الدنيا ما تسوى، الفلوس تروح وتجي، تضيع نفسك، وبعدين فكر بآخرتك، يعني انت مثلا لما تقتله شو يصير فيك؟ يا احد من اهله يقتلك او يسجنونك، وانت توك طالع من السجن وحياتك راحت، لا تزوجت ولا عندك يعني عائله ولا كذا ولا كذا. قال انا ما اقدر اعيش، وصار يتشكالها ويتحاول فيه تحاول فيه وهو جالس وحاط السلاح جنبه ومضايق. في هالأثناء جاسم يشوف ولده فوق الشاحنة يشرف على العمال ينزلون أغراض، وجاء جاسم حط البسطة كالمعتاد يضايق جيرانه من البسطات الأخرى أو المحلات اللي بجانبه، فصار يزحف عليهم. زحف هالمرة على واحد اسكافي يصلح أحذية، حط له كشك لبيع الأحذية وتصليحه وبيع الجلود ومن هالأمور هذه. وهذول أربعة أشقاء يشتغلون في الموضوع الاسكافي تصليح الأحذية، اثنين يبيعون واثنين يصلحون، وكل واحد أمامه حديدة اللي هي تعرفون نفس الطاولة الحديدية اللي يحط عليها الحذاء ويصلحه يعني. فزحف عليهم هاليوم هذا منو؟ جاسم. يقولوا له يا ابن الحلال ترى هذا مكانه. قال لا، وصار كالمعتاد ولسانه طويل ويغلط عليهم وصاروا مشكلة يعني بينه وبين واحد فيهم. فالتموا اخوانه، اخوان الاسكافي، صاروا اربعة ومقابلين منو؟ جاسم. جاسم كبير وهذول شباب صغار اعمال 15 و17 و20 21 اشقاء، وجاسم قاعد يسفل فيهم ويغلط عليهم وكذا. فأثناء كلامه وهو معصب ضرب واحد فيهم صغير،
ضرب كف، فصار يصرخ قال تضربني؟ قال والله أضربك وأضرب اللي أكبر منك. أثناء هالكلام هذا تواجد كذلك في المشاجرة عم الأولاد، عم الأولاد كذلك رجال على باب الله فغير وغلبان جاي بيتدخل بيحل هالمشكلة، فوقف. طبعا جاسم يعرف ان هذا عم الأولاد اسكافية هذول، قال مو هذا عمك؟ قال ايه. كان يقوم ويضرب عمه كف. هني الأولاد الأربعة ما تحملوا وصار كل واحد فيهم ماسك مطرقة شاكوش ويهجم على جاسم يبي يضربونه. والجاسم الكبير فوق عمره كذاك في أول عشرينات، والجاسم ماسك مطرقة يستخدمها في يعني تنزيل الحديد والله اللي فوق الشاحنة، يبي يدافع عن أبوه، فرماها على منه؟ على الشباب الثلاثة اللي متواجدين يعني جانب أبوه، وتجي المطرقة في رأس أبوه من الخلف، ضربة قوية كانت. ويقوم جاسم ويصرخ ويحط إيده على مكان الضربة، ولا دم شلال يطلع ويصرخ ويتلفت ولا في مركز يعني نقطة أمنية قريبة منهم يعني، ويقوم يتوجه إلى مركز الشرطة، يركض وحاط إيده على رأسه مكان الضربة من الخلف قبل لا يوصل إلى نقطة الشرطة أو نقطة الأمنية، ويسقط على الأرض وتوفى. اعتقلوا الشرطة منه الأخوان السكافي الأربعة ومعهم عمهم، وموجود أبو ولد عفو ولد جاسم موجود، والشغيلة والناس اللي تواجهوا، حتى عبد العزيز اللي كان منتظر اللحظة المناسبة أنه يقتل جاسم كان متواجد، وكان يحمد الله أن جاسم مات مو على إيده. المهم قاموا اتهموا منه الإسكافية الأربعة أنهم اللي ضربوا جاسم بالمطرقة، وفعلا هم شغلتهم كلها ماسكين مطارق وصلحون الحذية ويضربون فيها المسامير وكذا، فكانت التهمة راكبة عليهم. هذول يقولون يبا احنا صح ان هجمنا عليه وكنا ماسكين مطرقة، لكن ما ضربناه، اقسم بالله ما لمسناه اصلا، والمطرقة اللي جت في رأسه من الخلف هذا ولده لما رماها جت بالخطأ في ابوه. الولد انكر قال لا انا كنت فوق الشاحنة، ليش امسك مطرقة؟ في شهود لكن الناس ما هي راضية تتدخل، ما تبي تتدخل في المشاكل هذه. فالوحيد اللي رضى انه يشهد عبد العزيز، راح لمركز الشرطة وقال اي نعم فعلا الاخوان الاسكافية صحيح انه هجموا، لكن ولا واحد فيهم ضرب جاسم، جاسم اللي ضربه ولده اللي كان واقف فوق الشاحنة، وعلى فكرة جاسم هذا قريب مني وكذا وكذا، يعني شهد لصالح الاخوان الاسكافية، لكن كذلك شهادته ما أخذ فيها، والإسكافية حسوا أنهم خلاص تورطوا في القضية، فقام واحد فيهم شال القضية وقال إيبا أنا اللي ضربت جاسم علشان أخوانا الثانيين يطلعون من السالفة، ولبس القضية وطلع ولد جاسم أبدا يعني ولا تم اتهامه بشيء. ولد جاسم أصلا استانس أن أبوه مات، أبو بخيل كثر الفلوس اللي عنده والثروة والأشغال والأعمال والمحلات والأراضي، أهم شغلة في السوق شغلة حتى يموت على بسطة الأسواق، فكان مبسوط إنه افتك من أبوه. هذا ولد جاسم أصلا متزوج وعنده عائلة، وكان يتمنى اليوم اللي أبوه يتوفى علشان يبدأ يورثه، لكن طلعت له أمه اللعينة، أمه لعينة هذه اللي هي اللي يصير خالها عبد العزيز لعينة، وقامت وكوشت على الثروة بالكامل، قالت لا أبوك مات لكن أنا موجودة، وصارت هي تدير الشغل مثل ما كان جاسم يديره. وهذا يقول لها يا يمه أنت ما لها داعي تعبين نفسك وكذا، لكن هي لسه يعني في شبابها وجمالها يعني. قالت لا 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 تخاف علي أنا موجودة وأنا أشتغل وأنا أعرف وكذا، إذا مت أنا عاد أنت لك الحلال لا تخاف، وبعدين ترى عندك اخوان اصغر منك وكذا. المهم هذه صارت تتوسع في التجاره، زوجة جاسم ارملته صارت تتوسع يعني صارت
تشتغل تجارة على مستوى تشتري بضايع وتبيع. فقامت تروح للسعودية، تروح للأردن، تروح للبحرين، تروح يعني كذا دولة وتستورد البضايع وتبيعها في سوريا، وهي يعني ماخذة فيزا تجارية أو شيء كذي يعني شركة، وشغالة من دولة لدولة. وتعرف لها على شاب سوري يعمل في السعودية. هذا الشاب السوري تجنس أبوه، يعني أبوه تجنس لأنه قديم ظهر في السعودية، فتجنس وأصبح سعودي، وهذا بعدين صار سعودي على أبوه. في هالأثناء كان متعرف على زوجة جاسم، وهذه زوجة جاسم يعني مبسوطة على التجارة، يعني مربحة جدا، تأخذ بضايع من السعودية وتبيع في سوريا. فقالت أنا بفتح محلات هني، كذلك أنا أحس إن هني راح أستثمر، أفتح صالونات، أفتح مثلا محلات أزياء وكذا. قال إيه وليش لا وبالعكس وكذا. لكن كانت عندها معضلة واحدة، أنه ما يصير، لازم رخص تجارية وتملك مثلا الأرض ولا البيت ولا العمارة، ولا لازم باسم سعودي، وهذا توه كان حاصل على الجنسية. فقال لها أنا منك وفيك وكذا، وعلشان تطمنين يعني أنا أصلا بغض النظر عن موضوع التجارة أنا أصلا أحبك وأبي أتزوج على سنة الله ورسوله. استأنست، وهي أصلا كانت الظهر يعني حاطة عينها عليه، وتزوجته وقامت وفتحت محلات واشتغلت أراضي وانتشرت في المملكة. لكن كل هذا كان باسم منه، باسم الزوج. يوم من الأيام طبعا هي تروح وترد، تروح وترد، لأنها كانت متزوجته بالسر، ولدها ما يدري في الموضوع، ولدها الكبير وعيالها الصغار ما يدرون في الموضوع أنها متزوجة في السعودية. فيوم الأيام تبي تصارحهم، ودها تستقر في السعودية، فقالت حق عيالها، مو الكبير اللي أصغر منها، يعني هم كبروا وصاروا عمارهم يعني في الطعش، يعني 16 17 18 19 يعني. فصارحتهم أن أنا تزوجت وأنتم كبرتوا وأنتم كذا، ويقوم واحد فيهم يبلغ أخوهم الكبير اللي ساكن في منطقة ثانية، قالوا له حبيبي تعال، أمي طلعت متزوجة في السعودية وتقول أنا ودي أستقر هناك، وقاعدة تشاورنا منو فينا وده يروح معاها ومنو اللي بيقعد. وهذاك يقوم يركب سيارته ومعاه زوجته وعياله ويجي طاير، عفوا معاه ولد واحد بس، عنده ولد واحد، ركب سيارته مع زوجته ولده الوحيد صغير، ويجي طاير حق امه، يبي يتاكد من صحه الخبر، ومعصب ومضايق. ليش هو يحس بحساب انه هذه بتتزوج، الحلال وين بيروح، اكيد راح كذا تتركنا، راح يعني، وهذاك راح يستفيد، راح يضحك عليها. فمسرع ومعصب، واثناء يعني قيادتها المركبة بهالسرعة الجنونية، وتطلع لها اللي هو اللي يسمونها اللي هو الجرار الزراعي اللي يحرث الأرض، هذا الكبير قاطع الشارع، وهذا يحاول يتفادى، أخذ على جانب طريق وانقلبت فيه السيارة، ويتوفى ولد جاسم وزوجته، وسبحان الله اللي نجا ولدهم الصغير هذا. طبعا اسعفوه والباقي انقلوهم للطب الشرعي. المهم زوجة جاسم أو أرملته سمعت بأن ولدها توفى ولا اهتمت، قالت افتكيت من الهم الأكبر، وقالت حق عيالهم تعالوا أبيكم موضوع، وخذتهم وين، ودتهم عند عمامهم، قالت لهم أنا بروح أشتري شغلة وأرجع لكم، ويدرون فيها هي دام تغيب وتروح وترد. اتركتهم عند عمامهم واختفت زوجة جاسم. بعدين الناس كلها عرفت السالفة أنها رجعت للسعودية وتزوجت ومستقرة هناك. مالكم بالطويلة، عام 2020، وكان هذا في قبل الكورونا نفسها، قبل لا يتم إغلاق الحدود وكذا. ولا هذه أرملة جاسم رجعت إلى قريتها الأطريف،
والناس مصدومة هذه وين كانت؟ لأن من بعد وفاة جاسم كان بألفين وسبعة، ألفين وأول عشرين يعني 19 تقريبا آخر 2019 رجعت، فقالوا أنت وين كنتي وشن قصتك وعيالك قطيتيهم ولا دريتي عنهم وين راحت الفلوس وفلوس جاسم؟ ولا هذاك اللي كانت متزوجتها ماخذ منها كل ما تملك وطلقها ورماها في الشارع وبدت عليها الديون وما عندها حتى تدفع إيجار شقتها، فاضطرت أن على طول ترجع لبيتها القديم اللي في القرية اللي هو بيت جاسم. وهني الناس اكتشفت الحقيقة والقصة بالكامل، وعبد العزيز إلى الآن عايش حي يرزق وشاف شنو صار بالتنكات اللي هو سرقها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.